انت بتسألني عن فيلم بالنسبة لإلي بيطلع صورة المنصات براسي. أنا عبودي أبو جودي، ناشر وعندي مكتبي وهاوي تجميع ملصقات أو هاوي سينما. من خلال هوايتي للسينما بلشت جمع الصور والملصقات السينمائية من وكان عمري 14-15 سنة. بالبدايات كنت مهتم صراحة بممثلين معينين يكون عنده شخصية معينة بالسينما بتعجبه، بصير جمع لصورة. أول بوستر أخذته فيلم بوليت لستيف ماكوين، فيلم فور أفيو دولارز مور لفلينت أسود، وملصق سفر بردك لفيروز أنا كانت مطربتي المفضلة. هيك بلشت القصة يعني، مع الوقت صارت تتطور هيدي القصة وتعرفت على موظفين بالسينمات صاروا أصدقائي، صرت أطلب منهم صور من بعد ما يخلص الفيلم أحصل عليهم. أنا بلشت جمع بشكل محترف الملصقات والصور عن السينما بأواخر السبعينات 79-80، وعملت برنامج تجميع بلبنان ومن الدول العربية. من خلال تجميعي للملصقات السينما اللبنانية حاولت أعرف تاريخها وعمرها وكذا، كنت أسأل قلوا له هذا الفيلم تصور بالسنة 64، فتش لقي أنه لا مش مزبوط هذه المعلومات، فقررت أنه أعمل دليل لتاريخ السينما اللي صارت بلبنان ويكون دليل علمي وشامل لكل شيء تصور بلبنان بهذه المرحلة. بلشت جمع بشكل عملي ونسقهم وأرشيفهم، صرت روح على الجرائد والمجلات لأن هي الوحيدة اللي عندها معلومات. حاولت مرات كتير اتصل بالأشخاص يلي شاركوا بهيدي الشغلات، في ناس كتير ما عندهم لمعلومات حتى ما مش متذكر أي سنة مثل هذا الفيلم. صرنا نكتشف إنه هذا الملصق مش بس لحتى يعبر شو فيه الفيلم، هي بتفرجيك روح العصر أو روح الوقت يلي عمل فيه هذا الملصق. هيدي التراكمية اللي صارت موجودة بالملصقات توجبت علينا إنه نعمل فيهم شيء. أصدرنا كتاب عن تاريخ السينما اللبنانية بيتضم قسم كبير من هالملصقات والصور، تشمل حوالي 50 سنة من تاريخ السينما من وقت ما بلشت 1929 لـ 1979، وخصوصا انه الناس كتير وخصوصا الشباب من بعد ما بينت هيدي المجموعة اهتموا كتير فيها واهتموا يتعرفوا عليها ويعرفوا شو فيه. عملت هذا المجهود صراحة لأن بحبه، هيدي كانت هوايتي، روح أفتش على السينمات اللي موجودة بضواحي المدينة لأن السينمات الأساسية ما كانوا يحافظوا على هذا النوع من الشغلات، لأن بضواحي المدينة كانوا يرجعوا يعرضوا الفيلم مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة فيحافظوا على هدول الصور. اكتشفت شغلات فينا نقول تاريخ الاجتماعي لهدول الملصقات، كيف عاشوا كيف استمروا ليش وصلوا لهون، يعني صارت تعطيني علامات استفهام. يعني مثلا أفلام فيروز بمصر ما اشتغلت لكن بتونس اشتغلت كتير، ما لقيت ملصقات فيروز مثلا بتونس. كان بالنسبة لي أحجية كبيرة كل مرة لقي حل بمطرح معين عبي، وهذا الشيء بدي أعمله صراحة مشان خافز شوي على الذاكرة يلي لازم تكون موجودة لهذا النوع من الفن، فشي حلو ولازم نرجع نذكر الناس فيه. بعد عندي هذا الشغف لأن صراحة مرات كتير بلاقي ملصق أو صورة بتغير لي معلومات كتير. يعني أنا كنت معتبر مثلا أنه كتابي بهيدي المرحلة خلص، يعني اكتشفت من حوالي شهرين ثلاثة أنه لا، في فيلم بنص الستينات انعمل وما انعرض ولا بأي صالة بلبنان وبخارج لبنان. دائما في مفاجآت بالنسبة لك، فلازم نضل على طول مستعدين انه لا بدنا نكفي بهيدي المشروع. في حوالي 3000 ملصق صاروا موثقين بشكل جيد كامل يعني بكل معلوماته، وفي الباقيين كمان بين 6-7000 بدهم توثيق كمان نفس الطريقة عم نحاول نوصل لها. تاريخ السينما اللبنانية مثل كل تاريخ سينما صراحة بلشت كلها مع هواة وناس بحبوا التمثيل اجوا من المسرح ودخلوا السينما. بلبنان بلشت السينما بال29 لكن ما أخذت دور كبير لأن كان في الانتداب والسوق اللبناني كتير ضيق، مشكلة موجودة بكل تاريخ عمر السينما. ضلت من 29 فينا نقول لأواخر الأربعينات أوائل الخمسينات
نعمل شيء 4 أفلام أو 5 أفلام بتاريخ السينما اللبنانية. فينا نقول مع التجديد، لأن كل مرة منشوف إنه أول فيلم لبناني، يعني بالخمسينات أول فيلم عروس لبنان كمان إلو هذا أول فيلم لبناني، زهور حمراء كمان إلو عنه أول فيلم لبناني، فكله أول فيلم لبناني، لأن كان ينعمل فيلم كل 4 سنوات 5 سنوات وتنقطع السينما يرجع يجددوا الشباب. أول 4 أفلام ما عندي هون، قدرت أحصل على المعلومات من الجرائد والمجلات، حتى الأفلام هني منهم موجودين والأشخاص تبعونهم للأسف فقدوهم. أول وسائل اللي عندي إياها هي بلشت مع دفتر الإعلاني تبع زهور حمراء، حتى البوستر ما عندي إياه. فيلم من عمل سنة 1954، جمع عدد من الشباب ولقوا منتج أحد المغتربين اللبنانيين اللي جاي من أمريكا اللاتينية، وعملوا فيلم زهور حمراء اللي أخرجه ميشيل هارون، صوروا فيليب عقيقي ممثل مشهور، يعني بلش فيليب كمصور سينمائي، لكن ما قدروا نعرض غير ل 57 بدون ما أخذ الرهجة الكبيرة، لأن كان وقتها شركات التوزيع الأجنبية كانت مسيطرة على السينمات الأساسية، كانت عاملة عقود معها، أو شركات الأفلام المصرية كمان كانت مسيطرة، وما كانت صراحة تسمح إذا بده يطلع فيلم جديد أو موجة جديدة تفوت على السينما. فالأفلام اللبنانية الأولى مثل زهور حمراء، مثل عذاب الضمير، مثل إلى أين، ما صار للقاعات الأساسية الكبيرة بهيدي المرحلة نعمل أفلام تيبيكال موضوع لبناني، قرية أو حادثة بالمدينة بسيطة بدون هالموضوع الكبير، فما كان يقدر يستمر الفيلم كتير. ما قدر توزع بالخارج، يمكن توزع بالخارج راح على أمريكا اللاتينية أو مطرح ما في جاليات لبنانية بالخارج أخذوا المنتج معه وعرضوا، لكن ما قدر الفيلم تسوق بالدول العربية، لأن اكتشفوا اللبنانيين أنه اللهجة اللبنانية ما قدرت فاتت على الأسواق العربية. فأول مرحلة هدول الأفلام مثل زهور حمراء وغيره ما قدر طلع برات السوق اللبناني. فيلم عذاب الضمير كمان تصور سنة 1955 للمخرج جورج قاعي، ومثلوا لوسيان حارب والمطربة نهاوند، كمان جورج قاعي بلش كمخرج مسرحي. وقصة الفيلم بيقولوا هن الشباب، لأن ما شفناه منه موجود، من صميم الحياة اللبنانية، يعني شاب أو صبية نازلين من الضيعة والتقوا ببيروت كيف بدوا يبنوا حياة مستقبلية سوا. وهودول الأفلام يلي طلعوا مستوحين قصصهم من خلال أفلام أجنبية أو من خلال أفلام عربية عرضت بلبنان ولقيت إقبال، يعني حاولوا صناعة السينما اللبنانية هون يقربوا من الشيء اللي بدو إياه الجمهور اللي شافوه بأفلام تانية، حاولوا يعملوا مثله أو لبنانوا هذا الشيء. هيدي فينا نقول قصص الأفلام بهديك المرحلة. كمان مصروا إمكانية للعرض، يعني من عرض بحزيران 1955 بسينما متروبول، هي سينما أوكي درجة أولى، بس حزيران شهر ميت، يعني بيكونوا الناس بلبنان كانت وقتها تطلع على جبال على ضياع، فكمان فينا نقول انه ما انعرض بشكل جيد وسليم، سبب اللهجة اللبنانية ما ساعدته كمان حتى يطلع برات لبنان، والسوق اللبناني كتير ضيق ما اخذ هالسمعة. سنة 57 هي كمان مفصل بتاريخ السينما اللبنانية، مع عودة جورج نصر من أمريكا وعودة محمد سلمان من مصر، تصور فيلمين بلبنان. فيلم جورج نصر إلى أين أخذ موضوع لبناني بكل معنى الكلمة، يلي هو مشكلة الهجرة، ما توزع الفيلم بشكل جيد، ما قدر لقى سينما بلبنان لحتى تعرضه ولا بالخارج، لأن موضوع ما كان الناس مهتمة فيه. إجا محمد سلمان جاب معه الطبخة المصرية يلي هي كناية عن 4-5 أغاني موجود حواليهم حوار، وعمل فيلم اللحن الأول، أخذ شهرة كتير مهمة بلبنان وخارج لبنان، لأن كان الحوار شبه قريب للفصحى المصرية. المفارقة أنه الفيلمين بهداك الوقت، فيلم إلى أين راح إلى كان، وواحد راح على السوق التجارية، واستمر هذا النوع أكثر من الفيلم يلي راح على كان، استمر هذا النوع لبداية الحرب الأهلية اللبنانية. يعني
ملصقات جورج نصر لقيتهم بأحد القاعات السينما بطرابلس، كان وضعهم مزري جدا بكل معنى الكلمة. صاحب السينما ما كان متذكره وما بيعرف عنه شيء يعني. مع أوائل الستينات كمان صار في محاولة تانية، محمد سلمان عمل فيلم موعد مع الأمل بنفس الفورمولا اللي جابها من مصر، وجورج نصر حاول بمحاولة تانية يعمل فيلم مختلف بس عمله بلغة فرنسية اللي هو الغريب الصغير. كمان صار معنا نفس الشيء، فيلم جورج نصر ما قدر أخذ دوره بالسينما، وهداك أخذ نجاح تجاري بلبنان وبخارج لبنان. فيلم موعد مع الأمل سنة 61 ممثل فيه قمر، كانت هي مطربة بهديك الأيام، ومحمد سلمان، وبعض الممثلين اللبنانيين اللي بلشوا يطلعوا مثل عبد اللطيف فتحي، عصام الشمناوي، فيلمون وهبي. ملصق موعد مع الأمل لقيته بتونس، ما لقيت ولا شيء بلبنان، لأن الأفلام يلي كانت تشتغل كتير قليل ما تلاقي لها صور أو ملصقات أو كذا لأن تستهلك. بعد الستينات كانت بلشت تطلع الأغنية البدوية، بلشت مع سميرة توفيق اللي اشتهرت باللون البدوي، عملت سلسلة بدوية في روما، بدوية في باريس، بدوية العاشقة، أكتريتهم كانوا من إخراج محمد سلمان، وهيدي الأفلام ضلت بهيدي المرحلة على نفس الفورمولا اللي هي الغنية أو فيلم استعراضي بتضمن قصة حب. كمان بهذا الوقت الدول العربية كلها كانوا اللبنانيين هن يلي ياخدوا الفيلم المصري ويوزعوه. من بعد التأميم بمصر صار في نقص بالأفلام يلي توزع باللغة العربية، من وقتها بلش الإنتاج يكتر بلبنان، صارت يصور أفلام لبنانية باللهجة المصرية لحتى يقدروا يسوقوها بالعالم العربي. كمان بهذا الوقت بلشت يتصور أفلام ملونة بلبنان. بعتقد هذا الملصق لقيته بعدة مطارح، يعني لقيته بلبنان، بسوريا، لقيت منه بالعراق، حتى لقيت منه بالأردن، لأن كانوا هدول الأفلام مطلوبين، كانوا حافظوا عليهم السينمات لأن بيرجعوا يعرضوهم كل سنتين ثلاثة، ما كان في لا فيديو ولا كان في شيء. كمان بأوائل الستينات مع الموزعين اللبنانيين اللي كانوا يوزعوا أفلام أجنبية وعربية فاتوا بموجة الإنتاج السينمائي، كان بلش التلفزيون اللبناني بـ58 واستعملوا شخصيات أو أبطال انعرفوا بلبنان مثل أبو سليم، مثل شوشو، اتفقوا هن وياهن وعمل عدة أفلام. مثلا أبو سليم عمل 3 أفلام بهديك المرحلة، أول فيلم أبو سليم في المدينة، بعدين أبو سليم رسول الغرام. بس كمان كان بعدنا بنفس الموضوع أنه ما قدرت هيدي الأفلام طلعت لبرا لأسباب اللهجة اللبنانية. فيلم أبو سليم رسول الغرام كمان لقيته بسينما طرابلس. بال64-65 صار في تركيز لصناعة اسمها صناعة السينما بلبنان، وصار في عدد من المخرجين والمنتجين يلي يهتموا بهذا الموضوع. من بيناتهم كان بلشوا إخوان الرحباني عم بيفكروا بفيلم سينمائي، جاري جاريبيتيان كان مخرج تلفزيوني وراح على السينما عمل 3-4 أفلام. كمان مثل ما قلنا كان في محمد سلمان مستمر بموجته. بلشت بهيدي المرحلة فينا نقول الأفلام اللي إلها علاقة بالجاسوسية والبوليسية. فبهذا الوقت كان في قصة مشهورة هون بلبنان لشخصية حقيقية اسمها جارو بمنطقة برج حمود، فجاري جاريبيتيان قرر انه يعمل منا فيلم كونه بتجمع بين البوليسي والحالة الاجتماعية. فتصور هذا الفيلم سنة 65 مع منير معاصري، سميرة بارودي، نادية جمال، لأن بحاجة يكون في رقاصة بالفيلم مثل العادي عملوا نفس السيستم، وهي فينا نقول من أوائل الأفلام البوليسية اللي تصورت بلبنان. جارو أحد الأفلام يلي اعتمدت على قصة واقعية، ركبت الموجة الأفلام البوليسية يلي كانت مطلوبة بهيديك المرحلة. ملصق جارو بعتقد لقيته ببغداد سنة 84-85 ببغداد، لقيت قسم كبير من كمان من الملصقات لأن السينمات وقفوا الاستيراد، فحاولوا قدر الإمكان يحافظوا على الملصقات لحتى يضلوا يستعملوهم السينمات.
كمان بهيدي المرحلة من 64-65-66 صار في نوع من صناعة قوية بلبنان للسينما، شارك فيها لبنانيين وسوريين ومصريين وأتراك وإيرانيين، وحتى إجا أجانب إيطاليين وأوروبيين صوروا بلبنان بهيدي المرحلة حوالي 10-12 فيلم. فهودول الأفلام كلها من أفلام يلي فينا نقول أفلام تجارية، أفلام درجة تانية، يعني هذا فيلم لعبة الحظ، هذا فيلم لبناني إيراني مشترك، هذا الملصق تبع الجاسوسية، الفرد وامرأة وصراع على سفينة، أفلام مصارعة حرة مع الأخوان سعيد، عمل ثلاث أفلام، الجبابرة الجائزة الكبرى، وهذا المخرج تبعه سمير الغصيني يلي كمان عمل سلسلة من أفلام التجارية بلبنان استمرت للثمانينات. بهيدي المرحلة كمان ظهر ممثلة اسمها راندك، هي مطربة لبنانية، نعمل لها حوالي 8-9 أفلام، كانت مشهورة شعبيا كتير لما هلأ منقول نحن هيفا وهبي. هيدي الأفلام يمكن كانت تنعمل بشكل سريع بس كان لها سوق على مستوى العالم العربي كله. نحكي عن أبي فوق الشجرة، ليش بعتبره لبناني مع أنه كله يلي عاملينه مصاروي؟ يلي كان يصير بهديك المرحلة، اللبنانية اللي سيطروا على التوزيع بسوريا وبالعراق وبالمغرب العربي وكذا، كانوا يروحوا هن يجيبوا الفيلم المصري ويوزعوه بهدول الدول. من أواسط الأربعينات سينما المصرية كان عندهم قدرة يطلعوا قيمة الإنتاج من داخل مصر. ليش اللبنانية ما قدروا يعملوا أفلام؟ لأن السوق الداخلي صغير ما كان كافي. بعدين اللبنانية بالستينات صاروا هن منتجين الأفلام المصرية على مستوى العالم العربي، وضلوا حتى وقت صارت الحرب نقلوا شركاتهم على مصر، شركة صباح وفواز، وضلوا ينتجوا بمصر يعني ل 83-84 وقت بلشت تنهار السينما مع ظهور الفيديو. أبي فوق الشجرة فيلم مصري بكل معنى الكلمة، لكن إجا منتج وموزع لبناني دفع قبل ما تطلع فكرة الفيلم وعلى صيغة إنه هو بياخد التوزيع الخارجي للفيلم. فعمليا أنا بعتبر وقت واحد بيدفع فوق 50% من الإنتاج هو المنتج، لهيك بعتبره أنا بشكل ما نوع من الإنتاج اللبناني. 65 مع سفر برلك، تاني فيلم من عمل لفيروز وأنتجته شركة فينيسيا فيلم يلي هي لنادر الأتاسي يلي هو عمل ثلاث أفلام لفيروز، كانت شركة مشهورة أصلا بلشوا بالشام انتقلوا لبيروت. كان بعتقد نوع من المفصل، أول مرة بتاخد قصة تاريخية فيها شبه واقع، يعني أول مرة بلشت السينما اللبنانية تركز على الموضوع وعلى ضوءه بتجي الغنية والشغلات التانية. ففينا نقول إنه نوع من الفيلم السليم من ناحية التركيب السينمائية، صارت اللهجة اللبنانية مقبولة وتوزع كتير بالعالم العربي، كان عنده شهرة كتير منيح، اشتغل كتير بالأردن بسوريا بالعراق بالمغتربات، صار في شركات تاخذ الافلام اللبنانيه تعرضها باوروبا وبامريكا، وهيدا الملصق حصلت عليه من الشام. باخر مرحله الستينات اجت موجه عم تحكي عن القضيه الفلسطينيه، تصور اخر 67 او 68 فيلم للمخرج جاري جاربتيان ببيروت، وكان اسمه فيلم كلنا فدائيون، يمكن هو أول فيلم عمل كفيلم تجاري عن القضية الفلسطينية. بآخر الفيلم كانوا عم يصوروا آخر مشهد وصار في انفجار وتوفى المخرج وبطل الفيلم وحوالي 5 أو 6 أشخاص فنيين كانوا عم يشاركوا بالفيلم. ضل يمكن شي سنتين لحتى نرجع نعرض الفيلم من بعد هيدي الحادث. الفيلم اشتغل كتير يعني صراحة حوالي 3 سينمات انحط ببيروت، وكان له صدى بلبنان وبالعالم العربي، عمل بين لبنان وسوريا لحوالي 10 أو 12 فيلم عن القضية الفلسطينية. بوستر عمله أحد الفنانين التشكيليين اللبنانيين زهراب، وأنا حصلت عليه وقت من عمان. أكترية الأفلام تبع الفلسطينية حصلت عليها من عمان. بأوائل السبعينات بلشت نفس الموجة اللي كانت موجودة بالعالم، يعني بالعالم ما ضل في ممثلة بهيديك الوقت غير ما طلعت بشكل ما عارية. بلبنان صار نفس الشيء، قربوا على موضوع الجنس أكتر، جورج شمشوم هو اللي بلش، بس ما انعرضوا أفلام جورج، سلام بعد الموت في مشاهد كتير جريئة، من بعده إجا فيلم
سيدة الأقمار السوداء، عملوا سمير خوري سنة 1971، ما كان في غير تيودورا راسي لبنانية، كانوا صاروا ممثلين مصريين أكثر جراءة بالتعبير بهيدي المرحلة. ب 72 منير معاصري يعمل فيلم القدر معه ممثلة لبنانية حبيبة سيلفانا بدرخان ونادية جمال اللي كانت زوجته لمنير معاصري، وهذا الفيلم كمان اشتهر، انعرض بحوالي 3 صالات ببيروت، بس ما انعرض بالدول العربية لأن هيك نوع من الأفلام رقابيا ما انسمحت، أو إذا انعرضت بتونس أو بالمغرب انعرضت بس كانت مجتزأة، وشارك بمهرجان طشقند مثل لبنان. فيلم سيدة الأقمار السوداء الملصق كمان حصلت عليه من طرابلس وما كان معروض. ملصق القدر حصلت له من شركة التوزيع اللي هي شركة توزيع لبنانية محمود مميش. ب 73 74 اجوا الشباب اللي راحوا درسوا باوروبا وبرا الاخراج السينمائي مثل مارون بغدادي، برهان علوي، مثل رندا الشهار، جان شمعون، بلشوا يشتغلوا بالافلام الوثائقيه، فبلشوا يحطوا نوع جديد بالسينما اللبنانيه، وبلش مارون بغدادي يعمل فيلم بيروت يا بيروت يلي نعرض سنة 75، ما كفى عرض أن أسبوع يلي نعرض فيه الفيلم بلشت الأحداث اللبنانية، فانسحب من الصلاة. بيروت يا بيروت فينا نقول بلشت الموجة جديدة بالسينما اللبنانية، وبعدين وقفت بين 75 والثمانينات، انعمل 3-4 أفلام تجارية تصورت صراحة بالبقاع بعيد عن المشاكل أو تصورت بشام. مع الثمانينات مع بداية الهدوء بيروت اللقاء سنة 81 عملوا برهان علوية، من أوائل الأفلام اللي حكيوا عن المشكلة اللبنانية بشكل واقعي، كمان ما صارت تنعرض بالسينما. كمان بنفس الوقت طلع مارون بغدادي حروب صغيرة، كان سنة 82 صارت حرب الاجتياح، كمان كان بلش بدون عرض بأيار وما كفى. وبنفس الوقت طلعت موجة الأفلام التجارية مع فيلم حسناء وعمالقة، عملوا نفس الفورميلا يلي بلشت فيها السينما اللبنانية بين الإثارة والعنف والأغاني. موجة صراحة طلع منها حوالي 10-12 فيلم بالثمانينات من القرن الماضي. ملصق حروب صغيرة وملصق بيروت اللقاء صراحة حصلت عليهم من فرنسا.